طبعا هسه احنا عندنا الاوساط الثلاثه المهمه اللي هي الان ايروبيك ميديوم اللي راح نعتمد عليها. اول واحد الصوديوم ثايو جلايكوليت فلويد، هذا طبعا وسط غالي وما عندنا. لكن الوسط الثاني اللي راح نشرح عليه هو وسط روبرتسونز كوكت ميت بروث، وعندنا وسط بالحقيقه اللي هو الليتمس ميلك بروث. هذول الوسطين تقنا نحضرهم، هذا من اللحم وهذا من الحليب، ومثل ما قلنا حسب الكومبوننتس الموجوده ضمن الشرح. هذا طبعا ان انكيليتد ميديوم اوف روبرتسونز كوكد ميت بروث، هذا وسط غير مزروع، لكن لان احنا حضرناه له من شهر ال 12 شويه عتق، فتشوفون القطع اللحم ريمين انتاكت وما عندنا اي جروث. هذا طبعا السكارولايتيك، سكارولايتيك اللي هو السكارولايتيك رياكشن، انه هون البكتيريا مثل كل الانواع مالتنا بالحقيقه، مثل كل الانواع اللي عندنا باستثناء النوع الاخير باتيلينيوم، عندنا البرفرنجنز، عندنا السبتيكام، اديماتنس، تيتاني، كلها تكون سكارولايتيك رياكشن. شلون نشوفها؟ يصير عندي توربيديتي وممكن يطلع عندي غاز مثل ما هون نشوف هذا الغاز اللي طلع، غاز بابل ان ذا توب اوف ميديا، غاز توربيديتي، وعندنا الميت بارتكلز ريمين انتاكت، ميت بارتكلز ريمين انتاكت. فاذا هتشوفون هذا زين، فهذا عندي توربيديتي وغاز ان ذا توب وريمين ميت بالحقيقه انتاكت، ميت بارتكلز ريمين انتاكت اندايجستد، هذا معناتي سكارولايتيك. ممكن يطلع عندنا بروتيولايتيك، هذه في حاله قلنا الباتيلينيوم، فنلاحظ بانه بالحقيقه صار دايجستد للقطع اللحم، وبالتالي صار بلاك فول سميلينج سلفا كومباوندز، سلفا هيدرال كومباوندز. فاذا عندنا هذا مثل ما قلنا اجين، هذا ان انكيليتد قطع لحم سليمه، هذا توربيديتي غاز ميت بارتكل ريمين انتاكت غير مهضومه، هذا سكارولايتك رياكشن. بينما اذا صار عندي هضم لقطع اللحم ميت بارتكلز دايجستد، راح تنتج لي مكونات الصلفة هيدرال اللي راح تكون بلاك اند فول سميلينج، لو نفتح التيوب تطلع رائحه جدا كريهه. زين عيني؟ هسه عندنا الوسط الثاني المهم اللي هو وسط الليتمس، الليتمس ميلك انديكيتر. طبعا احنا ما عندنا بالحقيقه الوسط الغير مزروع، لكن راح نشوفكم نتائج الزرع. شوفوا لاحظوا هذا الوسط الاول اللي هو بالحقيقه كل البكتيريات اللي عندنا كانت يا اما ما تخمر، ما تستهلك الوسط الحليب، ما تخمر سكر اللاكتوز، او انه ممكن تخمر سكر اللاكتوز. فعلى سبيل المثال عندنا هذا الوسط، مثل عندنا البيرفرنجنز، بيرفرنجنز امتازت بانها مخمره لسكر اللاكتوز، فبالتالي حولت الوسط الى الوسط الحامضي الاسيد رياكشن، وبالتالي طلع عندي لون البينك، هذا البينك مع التوربيديتي، بينك مع التوربيديتي معناته نمو البكتيريا وانتاجها لسكر اللاكتوز، لان الليتموس انديكيتر تحول الى اللون البينك الوردي. عندنا ممكن اكو حاله انه اذا تطورت الحاله، شوفوا هون صير جروث بالبرفرنجنز وصير بالحقيقه ريدكشن للليتمس انديكيتر، صار عنده اختزال من كثره التفاعلات، فتحول اللون من الوردي الى اللون الابيض، صار وايت لانه الليتمس صار وايت بفعل التفاعلات الكثيره. شوفوا هون وايضا صار بينه كيرد، فورميشن اللي هو عمليه التجبن، لكن عمليه التجبن هون بينت اوضح، تشوفون اللحم كل عفوا الحليب كله كان صار له بالحقيقه كت احنا نسمينه بالعاميه، او كله صار قطعه واحده وصارت بالاعلى لان صار كيرد فورميشن، لان هون البكتيريا بعد ما استهلكت اللاكتوز حولته الى الوسط الى البينج، ورجعت اشتغلت بعد عملت الليتمس بالحقيقه عملت له ريدكشن اللي هو الانديكيتر، فصار وايت، رجع عندي كيرد فورميشن مع الغاز، شوفوا الغاز يتخلل هذا التجبن او هذا خثاره الحليب،
فهذا نتيجة إنتاج يعني إنتاج إنزيم الرنين. أكو عندنا بكتيريات أخرى اللي هي بالحقيقة ما موضوعنا إحنا، لكن جبنا بكتيريا أخرى مثلاً السيدومونس إيروجينوزا، هذه بالحقيقة تمتاز بأنها تستهلك عندنا غازين الحليب وبالتالي تحول الوسط إلى الوسط القاعدي، فعندنا الحليب يتحول إلى اللون الأزرق، اللون الأزرق بلو مع التربيديتي، مع ممكن أنه عندي غاز اللي هي هذه الغاز بابل إن ذا توب، فإذا عندي بالحقيقة هذا الالكالين والتربيديتي، وممكن أيضا يصير عندي تجبن، ممكن يصير كيرد فورميشن. فإذا البينج معناتي أسيد رياكشن، معناتي يوتيلايز أوف لاكتوز ميلك. عندنا الوايت معناتي الليتموس ريدكشن. عندنا الغاز بابل مع الكيرد فورميشن معناتي إنزيم رينين، برودوس إنزيم رينين. هوني بالحقيقة الالكالين مع الغاز بابل مع التربيديتي مع الكيرد فورميشن، هذا معناتي يوتيلايز اوف بروتين ميلك اند يوتيلايز رينين. طبعا هذا هو موضوعنا كله، ان شاء الله نكون موفقين في اعطاء الماده العلميه، واذا عندكم اي استفسار راح ننزل هذه الماده وراسلوني، أنا المدرس كوثر عبد المطلب محمد، وإن شاء الله أجاوب على أسئلتكم.